ومن انطلاقة إلى انطلاقة أكيد أجمل بوجود ضيف منورنا برنامج شباب جول. وفعلا الواحد محتاج من بعد الضغط والتعب إنه يريح شوي نفسيته، خصوصا إذا كان تعبان في مرض معين محتاج أكيد علاج طبيعي. ويسعدني إني أرحب أكيد المختص بالعلاج الطبيعي الأستاذ الدكتور محمد الفرحان، أخصائي العلاج الطبيعي. يعطيك ألف عافية ومنورنا بوجودك. الله يسلمك. مساء عليك بالخير أستاذ محمد. مساك الله بالنور. يا مرحبا. طبعا هذه الحلقة مشاهدينا يعني الوالدة عندي الله يعطيها طولة العمر وخلي لكم أمكم إن شاء الله مهاتكم، طلبت مني دائما تطلب تقول ليش ما تبون برنامجكم أحد بالعلاج الطبيعي، ليش ما يتكلم عن المصحات؟ يلا ها يبنا لك ضيف مختص وأخصائي في العلاج الطبيعي. الله يسلمك. الله يحفظها إن شاء الله. محمد الله يحييك. نبدأ نتكلم عن مفهوم العلاج الطبيعي. طبعا الكل يتعارف يعرفون مفهوم العلاج الطبيعي بأنه هو علاج للإصابات أو علاج الأمور هذه، لكن بنعرف المفهوم هذا منك. مفهوم العلاج الطبيعي احنا عندنا بالكويت ممكن يذكر أنه هو تدليك من النوع هذا، هذا الفكر خاطئ شوي. العلاج الطبيعي هي تمارين علاجية، يعني هي تمارين ممكن حتى نفس تمارين رياضية، لكن هي تمارين علاجية احنا نستخدمها مع المرضى، كل واحد على حسب حالته المرضية. بس الهدف من العلاج الطبيعي أساسا هي كمهنة أنك أنت تخلي الشخص هذا أكتف كثر ما تقدر، أنه يكون يتحرك كثر ما تقدر بغض النظر شنو هو مصاب. إحنا ندرس الإصابة اللي هو يعني فيه وندرس المرض اللي هو فيه ونبدي نحركه كثر ما نقدر. حلو. ويندرج من هذا التخصص وايد شغلات. أنت ذكرت الإصابات لكن هذا التخصص توسع أكثر من كذي. نعم صح. يعني إحنا بدراستنا ندرس أول سنتين طب عام، فسيولوجيا الجسم وفيزياء حيوية وكيمياء حيوية والتشريح لمدة سنتين وغيره. بعد السنتين هذين ندرس كل تخصص بروحه. عندك الأطفال ويندرج تحت إصابات عصبية. نعم. إصابات العظام، وعندك النساء والولادة قبل الحمل وبعد الحمل، هذا دور العلاج الطبيعي فيها تمارين بعد. نعم. وعندك الإصابات الرياضيين، وعندك الأعصاب، الأمراض العصبية مثل الشلل النصفي، الأمس، الباركنسونزم اللي هي الشلل الرعاشي والأمور هذه. وطبعا انت الحين لما تيجي تسال في وايد ناس يقولون ان العلاج الطبيعي مو موجود بالكويت. لا، موجود بكل المستشفيات وحاليا حتى بالمستوصفات فتحوا. حلو. في كل المستشفيات، كل مستشفى على تخصصه. عندك المستشفيات العامه اللي هي اكثر شيء يكون شغلها على التنفس وما التنفس، لان صحيح مثل ما احنا نكون موجودين احنا قاعدين نتكلم في رذاذ يطلع من هالجيانه. نعم صح. وفي حتى بالكحه والعطسه، بس المريض اللي فيه نايم على السرير هذا يحتاج ان احد يخليه يطلع البلغم هذا اللي موجود، فهذا دور العلاج الطبيعي في العنايه المركزه بعد. ممتاز. موجودين بكل مكان. حلو. يعني هذا شيء حلو الواحد ان اللي ما يعرف بدر من خلال اكيد وجود دكتور ويانا الحين يدري اكيد ويدل انه موجود بكل المستشفيات حتى بالمستوصفات اكيد التخصصيه. هل هو مهم العلاج الطبيعي بحياتنا؟ مهم جدا من ناحيه التوعيه. يعني الواحد يتعلم شلون يتحرك صح، شلون يقعد صح، ايش كثر يقعد. يعني احنا لما اتكلم انا انصح واحد اقول له كل ساعه تحرك، يعني قم تحرك من مكانك لا تقعد على طول، واللي واقف ساعه يقعد يعني لمده دقيقه بس ويرد مره ثانيه، لان هذه الشغلات تاثر على الجسم. هذه واحده من النصائح. نعم. وايد نصائح اللي هي طريقه التنفس الصحيح تبدي تاثر على الجسم بعد. فهذه كلها نصائح يعني تنبني حق الشخص العادي وتنبني حتى حق الشخص المصاب. مثلا مريض ال لا مو السمنه، اللي هو برونكيال ازمه، اللي هي شنو هذه؟ الربو. الربو. مريض الربو له طريقه معينه في التنفس عشان يبدا يريح لما تصير الازمه هذه. هذه هم كلها نصائح من العلاج الطبيعي. حلو. تمام. زين اذا تكلمنا في ما يخص السمنه، طبعا خصوصا ان الكويت كتصنيف عالمي ما شاء الله معروفه بالسمنه ما شاء الله. الله يعطيهم الصحه والعافيه. فالكبار بالسن او الشباب موجود في نسبه كبيره من السمنه. صحيح. بالاخص او نتكلم عن الكبار بالسن، السمنه. السمنه متعارف عليها لما توصل الى وزن معين الواحد يصعب عليه الحركه، تبتدي عند الامراض الثانيه تكبر مثل الخشونه بالقدم، الخشونه بالرقبه. صحيح. الظهر، الالام هذه، الديسك، فتطلع الامراض تلقائيا من يبلش السمنه. فدوركم فيما يخص امراض السمنه. السمنه كسمنه احنا ما نتعامل وياها كسمنه، احنا نتعامل مع الشغلات اللي تصير منها. مثلا عندك انت خشونه الركبه، خشونه الركبه يعني اربع مراحل، الاولى الثانيه الثالثه والرابعه.
احنا نتعامل مع اول مرحلتين معها اللي هو اللي بتصير خشونه المفصل ذات الركبه وحتى بالرقبه وهذا، نتعامل مع المراحل الاولى فيها. فلما نتعامل مع المراحل الاولى نذكر للمريض نقول انت لازم تخفف وزنك. حلو. ونبدا نستمر بعلاجنا احنا تمارين علاجيه داخل العياده او نستخدم معاه اجهزه او نستخدم معاه اي شيء، كل واحد على حسب احتياجه وكل واحد على حسب المرحله اللي وصلها. ممتاز. احنا قاعد نشوف ويانا بعد صور، يا ريت تعلق لنا شوي على الصور ونعرف يعني في بعض الصور اللي قاعد نشوفها ويانا هني. هذه يعني تمارين حق الايد. انا ما شفتها هذه. هذه موجوده عندك الحين في مثل مساج، واحد قاضب ايد واحده. هذا تمرين تمرين الاطاله. حلو. تكون العضلات الخلفيه. اطاله هذا حق الصغار بالعمر او حق الكبار والصغار كل الاعمار، كل واحد. حلو. على حسب احتياجه. حلو. يعاني من شنو بالضبط اللي يعاني منه عشان تسوي له الاطاله؟ ممكن يعني مثلا لو بتكلم على شخص عنده الام بالركبه الاماميه، ممكن اسوي له اطاله للعضلات الخلفيه، قوي العضلات الاماميه، ابدا اخفف الالام تكون في الركبه. حلو. هذه واحده من الشغلات. ووايد ناس هم يعني عندك الاطفال في مرات يصير عندهم تشنج، هم اشتغل على هذا الاسترتشنج نفس الشغله. حلو. ما شاء الله. قاعدين نشوف ايضا عندنا صوره هنا. اي صوره طريقه الجري الصحيحه. نعم. ممكن هذه تساعد الرياضيين انه يكون يتعلم طريقه الجري الصحيحه عشان يتفادى الاصابات اللي ممكن انها تصير مستقبلا من الحركه الخاطئه. حلو. حلو. هني عندنا اعتقد الام الرقبه. اي الام الرقبه بعد هذه وايد نعاني منها. اي هذه نعاني منها اكثر شيء بسبب التليفون. التليفون الايباد. يعني النزله هذه يعني انا حتى من ساعه قاعد فوق كان اتذكرها، هم انا انساها مرات. امسك التليفون تحت وانزل رقبتي كذي فتره طويله يبدي ياثر على الرقبه وتسبب الام بالرقبه. حتى الحاسوب. يعني شو يسوي؟ نصعد التليفون. بالضبط. قاعده المكتب هذه هم تاذي، حتى الكتابه اذا قاعد على المكتب وكتابه هذه هم تاذي. حلو. الكتابه الطويله والامور اللي ما يخص ان الواحد ينزل رقبته، فهناك مناطق او مراحل الواحد ممكن انه هو يعني ايوه في شغلات يوعى في شغلات حتى راسه او رقبته. حتى تسويها في منطقه العمل اللي انت قاعد تشتغل فيها المكتب، تبي تعدل المكتب بطريقه معينه انك ترفع مثلا الشغله هذه قدام عينك على اساس انك تقدر تشتغل من غير ما تنزل رقبتك. حلو. هذه شغلات علم شوي متقدم يسمونها ارجونومكس موجود اصلا، وحتى يكون فرع من فرع العلاج الطبيعي. ممتاز. حلو. اذا يكون يعني خلينا نقول موازي اكيد للجسم نفسه، حتى القعده يمكن حتى الايد ساعات طريقه الايد يمكن الواحد ما يدري او يعرف انه ممكن بعدها اذا كان منحني لازم يفرد ظهره يعني الايد. انا بعد شفت صوره وايد حلوه حق تمارين للايد، ففي بعض الناس يمكن ما تكون تعرف، ما يكون عنده الدرايه التامه شنو الالام اللي راح تحوشه من بعد ما يمكن يقعد فترات طويله وما يتحرك. صحيح. الام اليد نفسها مو شرط تكون من اليد، ممكن تكون من الرقبة. الرقبة تطلع منها أعصاب تغذي اليد كلها. حلو. فإذا صار في ضغط على العصب هنا يبدي يصير تنميل باليد كلها ويبدي يسبب ألم في اليد كلها. فهذه شغلة ثانية غير يعني الآلام اللي تكون موجودة باليد نفسها. وفي يعني متلازمات وايد، متلازمة يعني الألم اللي تكون موجودة هنا، وفي متلازمة هنا يبدي يضغط على العصب فيأثر هم ألم على اليد. نعم. فهذه كلها شغلات متصلة للرقبة. فأنا الحين لما واحد يقول لي أنا عندي ألم باليد مثلا، لازم افحص اليد وهذا كله للرقبه عشان نعرف وين المشكله ونبدا نحلها. طبعا الحل مو بس علاج طبيعي، لازم يكون في تيم ورك يشتغل. حلو. كل التخصصات كل على حسب المريض، يحتاج دكتور عظام يروح، يحتاج جراحه عظام يروح، مع العلاج الطبيعي يحتاج اشعه هم يروح لاختصاصيين الاشعه. يعني وايد شغلات مع بعض، يعني ياخذ لفه لغايه ما انه يوصل الى العلاج اللي إيه، لان احنا ربعنا متعودين على سالفه انه يروح ياخذ دواء ويروح يصير زين. لا يعني حتى العلاج الطبيعي انا لما اتكلم اقول تمارين علاجيه، اعطيه تمرين علاجي مثلا اقول استمر عليه. اذا حتى ما سواه بالبيت. اي اذا ما سواه بالبيت كأنك انت رحت خذيت دواء، رحت حطيتها بالبيت وقلت انا ما صرت زين، خذيت الدواء بس ما صرت زين. نفس اللي وجهك ما كليت انت. صحيح. اي صح. صحيح صحيح. فاذين نتكلم معاك محمد على ما يخص الرياضيين، بدخل في موضوع الرياضيين، الرياضات بالكويت ما شاء الله شبابنا الحين نشوفهم بشكل كبير بدأوا الفتنس والرياضات الثانيه كمال الاجسام والحديد بين اللي هو الالعاب القتاليه والفنون القيره. نعم. من الالعاب اللي ذكرتها انا اللي فيها حركه بشكل كبير، يعني صحيح. حركه على عضلات الجسم على المفاصل. نعم. فابي دور العلاج الطبيعي عندنا هنا بالكويت فيما يخص الرياضيين او علاجهم او الاصابات اللي قاعد تجيكم. والله يعني الحمد لله، يعني احنا قبل فتره كنت انا اتكلم حتى اتطرق بالموضوع هذا اني اقول الرياضيين ما عندهم وعي في الحركه، ما عندهم وعي في المشي. طبعا احنا المفروض دورنا احنا العلاج الطبيعي نوعيهم من ناحيه الحركه. نعم. ف
الحين الفترة الأخيرة لا والله للأمانة أنا شفت شباب كويتيين وايد اتجهوا إلى الرياضة وتعلموا شلون الحركة صحيحة، شلون طريقة أداء التمارين صحيحة. يعني الحين لو تدخل النوادي أي نادي سواء كروسفيت إلى أي نادي كمال أجسام راح تلقى مدربين حتى كويتيين موجودين وفاهمين وعارفين، تناقشت إياهم شخصيا بكل الرياضات بالذات حتى الكروسفيت. لما يتكلمون عن الكروسفيت أنا أتكلم عن الكروسفيت، رياضة إصابات وايدة، هي مو رياضة إصابات، رياضة إن الشخص نفسه لما يتمرن الكروسفيت مو عارف الليمت ماله، مو عارف الحد اللي المفروض يوصل له ويوقف هنا، فيدي يتعور. حلو. فالرياضة نفسها ما راح تعوره كثر ما هو ممكن جهله في أو التكنيك الصحيح في التكنيك ممارسة صحيح. الرياضة مع أن الكل يحرص على التكنيك، فأهم شيء بالرياضة أرد على سؤالك أن التكنيك يطبق بطريقة صحيحة وباتباع أن نصايح المدرب اللي موجود في الساحة. أكيد ولازم يكون مدرب مختص، لأنه بالفعل من أكثر الأسئلة اللي نشوفها دائما عند الرياضيين أو المدربين أن مثلا الحركة ممكن تسبب لي إصابة أو أني أنا تعورت أو صار فيني أيا كان، فعليكم أكيد بالاختصاصيين. خلينا نشوف نتكلم أكيد في عالم العلاج الطبيعي ونعرف شنو الجديد يمكن في استخدام العلاج الطبيعي حاليا. الجديد في استخدام العلاج الطبيعي ماكو شيء جديد من ناحية العلاج، لأن احنا نستخدم الطبيعة بالموضوع. حلو. الطبيعة اللي أقصدها مو أعشاب ما أعشاب، في ناس وايد توقعون كذي علاج طبيعي أعشاب، لا. أيوة. احنا نستخدم الحرارة أو البرودة مثلا أو التمارين، لأن احنا نستخدم وزن الجسم مع الجاذبية الأرضية مثلا، عكس الجاذبية الأرضية فيبدي تصير الجاذبية الأرضية هي المقاومة لنا، وغيرها من المواضيع. الشغلات الجديدة تطلع بروتوكولات طريقة العلاج نفسه. يعني الحين احنا لما نتكلم على مثلا عمليات الرباط الصليبي الأمامي، قبل كان الشخص ما يقدر يحط ريلة بالأرض إلا بعد العملية بشهر. نعم. حاليا مع تطور العمليات الجراحية صار ممكن أنه يحط ريلة بعد العملية بيوم. فالبروتوكول مالي أنا مال العلاج راح يختلف على كل إصابة، على كل عملية، على كل طريقة ممكن أنها تصير. لما نتكلم مثلا على علاج السرطان، الحين علاج السرطان في له دور العلاج الطبيعي، نعم موجودين في مكة جمعة قسم العلاج الطبيعي. يعني لما يأخذ الشخص علاج كيميائي تبدي تقل نسبة الهيموغلوبين عنده، فما يكون في طاقة انه يتحرك. حلو. فاحنا نعرف شلون ندرج له التمارين، ندرج له الحركة. مثلا انا لما دخلت على شخص كان ما يقدر يفتح بطل الماء، مع التمارين خليته يفتح بطل الماء. زين هذه تحوشه انامل اللي يمكن شوي يكون في تنمل اصابع ايده اعتقد، لا مو تنمل، يكون في ضعف انه ما يقدر يركز انه يبطلها. هذا من مشكلة اعصاب طبعا، مو مشكلة اعصاب، مشكلة بالدم تكون. حلو. لانه اخذ علاج، فالعلاج هذا السايد افكت ماله اللي يأثر عليه انه يخليه ما يقدر يبطل بطل الماء، فيبدي ياخذ تمارين علاجيه انه يقدر يبطل بطل الماء. فشنو بالنسبه للمريض هذا الشغله هذه بس. نعم. اوكي هو قاعد يتعالج من السرطان، لكن مهم عنده انه يبطل بطل الماء يشرب روحه. فهذا دور العلاج الطبيعي في الموضوع. احنا عندنا مراكز، بتكلم فيما يخص مراكز العلاج الطبيعي. نعم. ونقول تجهيزها في الكويت. نعم. على مستوى الكويت يعني متعارف عليه، لما تقول علاج طبيعي الناس دائما وين تروح؟ وين التشيك؟ التشيك الدول هذه المختصه في العلاج الطبيعي، فدائما الناس صار عندهم واقع بانه يقول لك والله علاج طبيعي لا خلينا نروح التشيك. ليش انا قاعد مثلا اتعالج هني؟ فكثير من الحالات قاعده تمر علينا كذي حتى بالكويت على وزاره الصحه، انه يبي يروح يعالج برا. طيب ليش؟ شنو اللي متوفر؟ شنو اللي متوفر بالتشيك مو متوفر عندنا؟ شنو الامكانيات اللي عندنا موجوده؟ للامانه انا انسان كنت دارس برا الكويت. نعم. فلما رجعت الكويت يمكن شغلات انا درستها ما شفتها انا شفتها هني. نعم. تجهيزات موجوده، كل شيء موجود. المشكله الوحيده ممكن اللي تكون مو موجوده اللي نتكلم عنها المان باور، الناس اللي تشتغل. اوكي انا وياك موجودين هني، لكن انا اشتغل انت ما تشتغل، شنو اللي راح يصير هني؟ راح يصير في نقص في العدد من الناس اللي قاعد تشتغل. نعم. فاحنا نبي ناس تشتغل، في نقص بالعدد اوكي بالاختصاصيين، لكن انت تبي ناس تشتغل. فلما يجيك الشخص يشوف الاجهزه هذه كلها، احنا عندنا بالكويت طبعا المريض عنده فكر، لما يدش عندك العياده يشوف كل الاجهزه وكل الشغلات يقول لك انا بجرب كل هذيل، ما يصير. كل واحد ياخذ الشغلات اللي هو يبيها. فهو لما يسافر برا ما يلاحظ يعني انه اخذ الشغلات بس اللي يحتاجها، لان برا يمشون على بروتوكول معين. صح. حلو. بشكل عام يمكن ياخذها يلف عليهم مثل الشامل، تمرين الشامل اللي ايوه بالضبط. فاحنا لا، عندنا الموضوع مو كذي، الموضوع ان كل واحد ياخذ اللي هو محتاجه، وتجهيزات العيادات عندنا بالكويت من احسن ما يكون. حلو. يعني لو تدش اي عياده بالكويت راح تلقى اخر اجهزه موجوده تلقاها موجوده.
الحمد لله. الحمد لله. طبعا اكيد دكاترتنا وشبابنا قولوا فعل الحمد لله، اكيد يعني الواحد ما يحتاج انه يروح برا، لا كل شيء موجود هني، فقط على الواحد انه بس يروح ويبادر ويلتزم. بس احنا اكيد بنعرف بعد شنو المطلوب من الاشخاص المعالجين الالتزام عشان ينجح عنده موضوع العلاج الطبيعي من ناحيه المرضى يعني. نعم. الالتزام بالنصائح. يعني انا الحين اليوم شفت واحد كان جايني معصب وزعلان، يقول انا صار لي فتره، صار لي شهر قاعد اتعالج وما صرت زين. اي اول سؤال سالته قلت له سويت التمارين اللي بالبيت؟ كان يقول لي لا. قلت له زين ليش ما سويتهم؟ كان يقول انا قاعد اجي هني يومين بالاسبوع. قلت له زين انت يومين بالاسبوع قاعد تجي هني، كم يوم قاعد ببيتكم؟ خمسة ايام. اي يعني باقي خمسة ايام، انت ليش ما تطبق التمارين؟ انا قاعد ابني لما اشتغل انا بالعياده ابني علاجي على الشغلات اللي انت تاديها بالبيت. نعم. وفي نصايح وايد احنا نبدي نعيد ونكرر فيها لين حتى المريض نفسه يزهق من الموضوع هذا، فانت ليش تزهق نفسك من الموضوع؟ خلاص التزم بالنصايح. هو ناطر يمكن عندكم بس يتعالج ويرد البيت وخلاص. هذه مشكله، لازم يكون في وعي في هالموضوع هذا، واحنا الحمد لله قاعد نحاول كثر ما اقدر، انا موجود هنا عشان اوصل الوعي هذا. اكيد. ولتحفيزهم ايضا، تحفيز المرضى، واليوم موضوع حلقتنا كان عن التحفيز، تحفيز. فاحنا ندخل التحفيز ايضا في العلاج الطبيعي، لازم يكون في حافز عندك يا مريض عشان انك تعالج نفسك، يعني تساعد الدكاتره والاخصائيين اللي نقول هم متخصصين في مجال العلاج الطبيعي، ان انت تساعدهم على علاجك، يعني لازم يكون الشيء من داخلك تبي شيء ان انت تتعالج، وراح تتعالج باذن الله بعد اذن الله طبعا. نشكر تواجدك ويانا، استمتعنا مشكورين على استضافتكم، لكن بقول لكم معلومه واحده. اي تفضل. انا قبل سنتين ولد خالتي قلت له ان انا راح اطلع في قول وفعل. نعم. وانا الحين طلعت. يعطيك الف عافيه، احنا سعداء اكيد بوجودك وجود ولد خالتك، وكل من حاب انه يكون معنا موجود ببرنامج شباب قول وفعل يقدر يدش الانستغرام الخاص فينا اكيد ويتواصل معنا. اكيد بعد يمكن في العموم يمكن الواحد محتاج انه يتواصل معك، فنبي منك كلمه اخيره مع بعد طرق التواصل وياك دكتور. اول شيء مشكورين على استضافتكم، ما قصرتوا، وهذا طبعا انستغرام طالع موجود عندكم، تقدرون تدشون ومكتوب حتى السناب مالي موجود. اي استفسار اي شيء يبونه حاضرين، احنا نوجههم للمكان الصح، لكن لا احد يطلب مني علاج بالسناب او بالانستغرام. لا ما في علاج بالسناب او بالانستغرام، لازم اللي يبي يروح يراجع المختص محمد الفرحان في عيادته. علاج مجاني اكيد، هو بعد وزاره الصحه وزاره، يعني كل الموجودين مو بس انا، كل الاختصاصيين الموجودين ما بنكسر. باذن الله تشرفنا فيك وزادنا شرف تواجدك ويانا محمد الفرحان، واحنا نفخر بان شبابنا الكويتي من دكاتره ومن نقول اختصاصيين في جميع المجالات، وهذا الشيء فخر لنا في دوله الكويت. هذا كان كل شيء اليوم في حلقتنا، نتمنى تكونوا استمتعتوا معنا في حلقتنا، لكن الختام بخليه مع أماني. إذا ختامها أكيد مسك ويا طاقم عمل البرنامج المميز أكيد والمبدع اللي خلف الكواليس، يعطيهم ألف عافية، مخرجنا ومعدينا قواهم الله، ودائما أكيد يسعدنا أكثر تواصلكم معنا كل يوم، نشوف منكم أي مبادرة أي فعالية حابين تشاركون فيها، أي موضوع أي موهبة، ما عليكم إلا تدشون انستغرام شباب قول وفعل شباب كيو اي تي في، دشوا منشنوا واكيد طاقم البرنامج راح يتواصلون معكم. نلتقي معكم ان شاء الله باكر بنفس الوقت، نشوفكم على خير، مع السلامه.